كبير بيننا وبين الناس بره. ازاي؟ يعني لو احنا طبقنا القانون هنا وطبقنا القانون بره، وحضرتك عشتي في تركيا فتره، الناس مختلفه يعني. هنا الناس يعني هنا تحس ان احنا عشان حاجه تتطبق من القوانين دي لازم نخاف عشان نعملها. بره هم حابين يعملوها عشان هم حابين بلدهم. بيخافوا برضه؟ لا لا معلش، هو لو ما فيش حاجه، انا لما ابقى جوه مكان مقفول ما حدش واخد بالي منه وما حدش شايفنا ويقولوا لي لا خدي دي ارمي فيها ما حدش شايفنا اصلا ولا كاميرا ولا اي حاجه، لا بلاش تعملي دي كده غلط ما يصحش. يعني في ناس عندها يعني هي حابه الدنيا تبقى حلوه وجميله، ليه لا هنا لا هشوف حد واخد باله هنا اوكي. مين الناس دي يا كابتن؟ دي الاسره دي ماما الله يرحمها. الله يرحمها. واللي قبلها كانت اختي ايمان سؤال، ده بابا الله يرحمه. ايوه اختك ايمان اللي كانت بتقول لها الاخبار. ده الملعب ده اول ملعب لعبت عليه، الملعب ده مشهور جدا عندنا في الزقازيق، ملعب اسمه ملعب ابو خليل. دول اصحابي. انت كنت عايش في الزقازيق يا كابتن؟ طبعا. وحضرتك كنت عايشه هناك؟ طبعا في الزقازيق. يعني دول اصحابي، الملعب ده كل اعتقد كل اللعيبه اللي طلعت من الشرقيه لعبت على الملعب دوت. ده مهيب معاك من زمان يا كابتن. ده مهيب حبيبي عشرة عمري. مهيب مع جيل كامل. مهيب عصر اجيال كتير قوي. لا شفت يا كابتن بياخدها على صدره؟ لعيب. بص يا كابتن. لا بص شفت حضرتك بيعملها ازاي؟ فنان. والله تحس حضرتك ان هو يعني حاجه كده بتاع فاكهه. بس هو مقتنع، كل ما بنلعب كوره مقتنع ان هو حريف. بس انا ما بحبش اجادله بصراحه. لا بشال وهيب من الشخصيات اللي عايز اقول لك المحترمه جدا، محترم ومجتهد وشاطر ما شاء الله. يعني جدع ومن الناس المحبوبين جدا في الوسط عندنا. يعني حياتي يعني لما بيتكلم اي حد عليه او يقصدك في حاجه او يطلب منك حاجه بتلاقي الناس كلها موجوده. تعب يا كابتن واجتهد سنين جد كتير الحقيقه، ربنا يكرمه. ياسين ده الصغير؟ ياسين ده الصغير. ايه رايك في الصوره دي؟ ما انا اللقطه اللي عدت دي مين يا كابتن؟ المدام الصورة. شفت يا راجل؟ عشان اقول لك بس براءة الكلام ده. براءة يا فندم، براءة والله عشان تعرف. بس بس دي قلبها قوي ايهاب توفيق يا كابتن. الصورة دي بص الصرف باين في الصورة دي عشان تعرف بس يعني. صح حضرتك ولا ما هو على الوقت ده كان كده. ايوه ما هنعمل ايه؟ الصرف بالصورة باين. ايوه طبعا. لا لا انا عايز اقول لك بقى ان الصور دي الاستوديو في تركيا. في تركيا. يعني بص التوبيه حلوه جدا. بس انت بقول لك يا كابتن انت الزمن جاب نتيجه معاك مع المدام ما شاء الله. الزمن جه عليا. الزمن جه عليك انت جامد. يعني اللي المدام اخدته مختلف عن اللي موجود دلوقتي. الحمد لله ربنا يديك الصحه. الحمد لله.